نتفليكس بتزيف الحقائق وهتطلع الملكة كليوباترا أفريقية وكمان بشرتها سمراء وشعرها مجعد، وده سبب جدل كبير على السوشيال ميديا بعد طرح بوستر فيلم جديد بعنوان الملكة كليوباترا ومن إنتاج نتفليكس. تخيل كده إن كليوباترا اللي هي ملكة المصريين واللي كلنا بنفتخر بيها كواحدة من الفراعنة المصريين تظهر سمراء وشعرها كيرلي، بالظبط هو اللي انت تخيلته ده ونفس شعورك، اللي هو هتبدأ تهاجم الشركة. هو ده اللي حصل فعلا من كل المصريين. يا ترى ايه حكاية ان كليوباترا افريقية دي وجت منين؟ تعالوا نحكي لكم الحكاية. نتفليكس عرضت إعلان تشويقي للفيلم وقالت إنه هيتعرض يوم 10 مايو الجاي، وطبعاً نتفليكس كعادتها بتعرف تروج لشغلها حلو جداً، وده خلى إعلان الفيلم يلف العالم كله، وهنا بدأ المصريين هجومهم على الشركة لأنهم اعتبروا الشركة بتشوه الحضارة المصرية. الغريب بقى إن فيلم الملكة كليوباترا هيكون جزء من سلسلة كاملة باسم الملكات، وكليوباترا بتمثلها الممثلة الأمريكية من أصول إفريقية جادا سميث زوجة الممثل ويل سميث، ومعروف عنهم الاثنين إنهم داعمين جداً لفكرة الأفروسنتريك أو المركزية الإفريقية اللي هي حركة عنصرية بتنسب الحضارة المصرية القديمة للأفارقة. تعالوا بقى نحكي لكم شوية عن الأفروسنتريك دي وإزاي بتعمل مجهود جبار عشان تزيف حقائق الحضارة المصرية. الأيديولوجية الثابتة للحركة دي إنها شايفة إن المصري الحالي ليس له علاقة بالمصري القديم اللي كان من أصل إفريقي أو زي ما بيقولوا عليه زنجي، ومع الوقت تم تهجيرهم من مصر عبر السودان جنوبا أو ليبيا غربا، والمصري الحالي هو اللي جه مكانهم واستولى على حضارتهم وعاش مكانهم، وشايفين إن دلوقتي جه الوقت إنهم يستعيدوا مكانتهم وحضارتهم تاني. وفي سبيل ده بدأوا يطلعوا كميات تزوير مش طبيعية بتحصل في تاريخنا، لدرجة إنهم بينسبوا ملكات مصر القديمة ليهم، وبيقولوا إن لون بشرة ملوكنا القدامى هو اللون الأسود، وإن علماء الآثار هم اللي بيزوروا التاريخ وبيلونوا الرسومات والنقوش للون الأبيض، وبيكسروا أنوف التماثيل عشان يخفوا حجمها الكبير اللي بيميز الملامح الإفريقية. ده غير إن ده بيحصل برضو مع الحضارة الأمازيغية في المغرب الشقيق وحضارات شمال إفريقيا عموما. آخر مهزلة بقى للحركة دي هي المسلسل الوثائقي اللي عملته نتفليكس عن الملكة كليوباترا، واللي ما يعرفش كليوباترا هي آخر واحدة مسكت العرش من الأسرة المقدونية حتى احتلال الرومان لمصر سنة 30 قبل الميلاد، يعني هي حتى مش من أصل مصري بل أصل مقدوني يوناني ببشرة فاتحة، ويمكن كمان أفتح من بشرة بعض المصريين بما إن أبوها كان بطليموس الثاني عشر. ده غير إن مصر فيها آلاف التماثيل اللي بتصور كليوباترا ومفيش ولا واحد طلعها سمراء، حتى صور ولوحات فناني العصور الوسطى كلهم مطلعينها بيضة، مش بالمهزلة اللي عاملاها نتفليكس دي عشان تروج للفكرة أكتر. الأغرب بقى إن الفيلم ده وثائقي، يعني مش فيلم خيالي ولا حتى مجرد مبني على أحداث حقيقية، لأ ده المفروض إنه بيوثق أحداث حقيقية، فلما يطلعوها بالمنظر ده عشان يدعموا الحركة العنصرية دي، شوف بقى كم تزييف الحقائق اللي هتدخل دماغ الناس في العالم كله. دي كانت الحقائق المعروفة عن الملكة كليوباترا، وكان لازم نعرضها ليكم قبل ما نتفليكس تطرح فيلمها المزيف ده. انتوا قولوا لنا ايه رأيكم في فكرة الحركة الأفروسنتريك دي، ورأيك في خطوة نتفليكس علشان تزور التاريخ.